واحد السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ لبس عليكم كلشي بخير، كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ هانين، نتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا رب. وشحال هذا ما صورت معكم من الكوزينه، وليت عجري عليا نجري عليك يعني تصور لكم غير في الزنقه. ايوا، واليوم قلت علاش لا، كنت طالعه مع الدروج وبانوا لي داك الحبق، عرفتي طوال ولا بحال الشجر، وقلت علاش لا اجي راسي اليوم جالسه في الدار، نوض نقطعو ونطحنو وندير به واحد لي بات واعره، واحد المكروني ولا اي نوع ديال لي بات اللي بغيتو ديروها، كتجي غزاله بهذا الحبق بالبيستو سميتو. الكور كيقولوا له البيستو، حنا المغاربه حبق. ايوا، وغادي نطحنو وغندير معكم هاد لي بات، وخليكم معايا وما تمشيو فين، غنكمل هاد الكويز ديال اتاي. راه من قبيله طاب وبقى شوفوا والله الا ولا قهوي ما بقاش اتاي ولا بحال نتاع الكافي، ولكن راه على مزيناتو كندير فيه كاع انواع الحبق اللي عندي برا، كندير فيه النعناع، فليو، مردوش، الروزمارينو. واش الروزمارينو كنديرو فيه اتاي، كندير فيه السالميه، كندير فيه الزعتر، كندير فيه كاع داكشي اللي عندي برا. كل حاجه كنت في الصباح ملي كنمشي هذيك البرويطه اللي درت فيها داك النعناع، ولا على مزيناتو من بعد غادي نوريه لكم، وجا على مزيناتو عرفتي ريحتو كتعطس. عندي وحده هنا دايرها في البالكو ديال النعناع، ولكن هذا جا شويه الظل، ما جاش يعني زوين، ولكن ماشي حرش حرش احرش، وحنا عزيز علينا داك النعناع حرش ديال بروج، ما مقابلش مع الشمس. اما هذا اللي في الجرده مقابل مع الشمس، تتسني فيه من الصباح حتى العشيه، حرش وعلى مزيناتو. شويه ملي نهبط نقطع الحبق باش نطحنو ونوريكم داك البريويطه كي ولات على مزيناتها، وراه كنقطع منه ديما يعني راه كيطوال وكنقطع منه وتنعطي منه بحال كل شي حد وهذه، ولكن راه جا فن. ايوا، وخليكم معايا وما تمشيو فين، وقبلوا على خدكم. غاد نصور معكم هذا الفيديو علاش لا، مع شحال هذا ما بقيت درت معكم حتى شي فيديو على الماكله ولا من الكوزينه، بالحكم راه كلشي كيعرف يطيب وراه كلكم راكم حاكين تبارك الله عليكم، علاش لا الطياب نخليوه حتى لوقت البرد. دابا وقت الصيف الحال سخانه، مادام كيولي غير الجريان والدوران وهذه، يعني اش غنقول لكم. العجينه كتولي تعجنيها غير بزاز، شحال من حاجه كتولي باغيين، لان بالحكم الوليدات جالسين في الدار كيبغيو يخرجوا كيبغيو يدوروا، علاش لا، اللهم نستغلوا الوقت، وجاي وقت الطياب وجاي وقت العجينه وجاي وقت كل شيء في وقت الحال بارد. اما اختي الصيف خلينا نخرجوا ندوروا نتمتعوا شويه بالصيف. ايوا، وهذاك الشيء علاش ما بقيت صورت معكم، وبالحكم راكم نتوما تبارك الله عليكم راكم كلكم طيابه. وهنا انا غادي نقطع معكم هذا البازيليك، وشو تبارك الله مزينه حتى ولا كبر، ولكن بدا تيشرف بدا تيدير الزريعه. الوغ انا غادي نقطعو وغندير به واحد الباستا، واحد الباستا ما شهيتكم فيه، لي بات هي الباستا ما شهيتكم فيها، كتجي فن. راه دجا شحال من مره درتها، غير كل مره تنقول خليتها من بعد ونشاركها معكم، عام عقلت الوقت كثرت ما يدار داكشي، علاش شحال غزال فن. هذا ثلاثه الانواع ديال الحبق، كاين هذا اللي على هذا الشكل مشعكه تيقولوا له ريتشي، تيبقى شويه صغير وتيبقى هكا مشعكف، ولكن تبارك الله على مزيناتو. وهذا هذا اللون فيولا، شوفوا كي داير اللون ديالو، حتى هو ملي كان صغير كان فن، غير هو كبر ودابا تيدير الزريعه. انا غادي نشدو دابا غادي نقطعو ونغسلو ونطحنو ونخليه، ندير منه اليوم باش نتغداو، واللي بقى غنخليه ممكن تيبقى حتى عام، ماشي مشكل، كيبقى مزيان كيبقى عندي العام كله. شوف على حبق كي داير فن، سيو مع كبر بزاف وبدات يدير الزريعه. والنعناع هو هذا اللي كنت غرست معاكم، شكون اللي بقى عاقل عليه، داك اللي كنت غرست معاكم في رمضان، جا على مزيناتو حراش، وراه ديما تنتف منه، يعني راه انا كنتف منه وهو كيعاود يزيد ينوض من تحت. شو الورقه عنده كي دايره، حرشه على مزيناتها،
عرفتي هذيك كديريها في اتاي كيجي واحد المذاق على مزيناتو. علاش انا قبيله الشوني كنشرب في اتاي معطله؟ لان كندير اتاي ونخليه يطلق في بعضياتو عاد كنشربو، ما كنقدرش ويه بالصباح تنخلي حتى من بعد عاد كنشربو. على نعناع على مزيناتو، حرش 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 لازم مزيناتو. والبعويت هو ها هوايا ولكن باقي ما طابوش، ما نحيدهم حتى يطيبوا. هاد البعويده غير صغيره وتتنوض البعويد على مزيناتو. والحاجه الوحيده اللي انا وقع لي في هاد البعويد وخرجت عليه فاش كان يلاه دارت الورقه وكان فيها بزاف تاع النحل، انا رشيت عليها بالخل وداك الخل حرق ليها الورقه ولا طاحوا، وبقاو غير دوك اللي كانوا بعاد ما تقاسوش هما اللي بقاو. انا تنموت على هذا الشيء ديال الغارس، وهذه كتلقايني كاع النهار وانا نغرس نحول نزيد التراب ندير الدواك، كنموت على هذا الشيء ديال الشجار والغارس. يا الشجره البريقيقات هذه حتى هي ديال البرقوق، واخا رجا كلينا منها لان رجا طابو، هذو غير دوك الاخرين اللي بقاو قلالات، يعني بقاو غير شي برقوقات قلالات ولا والشيء الاخر راه كلنا كليناه. شوف البرقوقات كي دايرين، لان ريان فين ما تيدوز من حداها تياخذ منهم، وتا انا كناخذ فين ما دز من حداهم تيعجبني. كاع دوك اللي كانوا طايبين كل مره كنطلع طبيسين للدراري، دابا بقاو غير شي وحدين. تا هو هذا، ولكن الخوخ باقي قاصح باقي ما طابش، لان الخوخ عرفتي ملي كيوجد باقي تقريبا خاصو واحد الشهر. والله العظيم ملي كنولي تنديرها في الطبسيل كتلقاي الوحده فيها نص كيلو، ما كنقيسهاش دابا كنخليها لان باقي قاصح قاصح بزاف، يعني باقي ما طابش. شوفي يعني باقي مبدرين دوك الخوخات. ايوا هنا من بعد ما قطعت هذا البازيليك وهذا الحبق اللي هو الحبق، شو تبارك الله هاد اللون تاع المزينات شو كيداير، فيولا فيولا فيولا. هذا تبارك الله هو هذاك هاد الحبق الخضر، هذا راه اكثر كلكم راكم تتعرفوا. انا هذا اول مره كنشوفه، اول مره يعني هاد العام اللي زرعته اول مره كنت كنزرعو، ما عمرني ما زرعته. وهاد الخضر ها انتما ما خافيش عليكم، وهاد النوع تاع هوايا تاع هو راه حبق ريحته على مزينه. عرفتي دابا الكوزينه عندي ريحتها كتعطس، تاع هوايا كيبقى بحالكم ما كيطواش بزاف، ولكن تتعمر ديك النبته ديالو هادي تولي متكاتفه. شو كيدايره تا هو يزور ريحته على مزيناتها. ايوا وهنايا قطعت ثاني شويه ديال الربيع معدنوس، هذا تا هو قطعته غادي نزيدو عليه ملي غنطحن كلشي في البينبي. مادام البينبي كاين راه برا غنطحن كلشي في البينبي صافي، وغادي نوريكم الطريقه كيفاش طحلو. كتجي واحد الباستا سهله خفيفه ظريفه بالنسبه لهذا الصهد اللي وهنايا شديت ونقيت ورقه بورقه باش نغسلو مزيان، تسستو عاد بديت كنقي في الورق ديالو. ودوك العراش راني شديتهم نشرتهم برا باش يكرمو ان شاء الله، والعام الجاي الا بقى العمر وبقينا في الحياه نعاود ديك الزريعه ديالو نعاود نزرعو ان شاء الله. ايوا وهانتوما كيما كتشوفوا انا كنحيد له في الورق ديالو، غادي نغسلو رغم انني ما كندير له لا دواء لا حتى شي حاجه اللي تكون صعيبه على الصحه ديالنا. انا الدواء اللي تندير له ولا بغيت نداويه كنداويه بداك الشيء طبيعي في الدار، كندير الخميره كندير الخال كندير شي حاجه ديال الدار. هنايا غسلته مزيان، دابا راه كنعاود فيه معاكم، اما انا راه غسلته من قبل مزيان، ودابا غادي نبدا نصفي فيه، يعني نهز عمل الفوق لان التراب غيبقى لتحت، نحاول نهز غير من الفوق. طنطو هو راه كيطلع مع خفيف كيطلع الفوق. ايوا ودابا غادي ندوزو لمرحله طحين يا اختي، طحين طحين طحن باباه كيرجع على مزيناتو. والله الا كيجي زوين وممكن ديروه مع اللي كتكثروا فيه الزيت، وهذه كيبقى حتى العام كله ما يخسر ما والو. اصلا انا حتى كنشريه الا ما كانش عندي بحال هكا كنشريه من السوبر واجد، كنخليه عندي في الدار وقت ما بغيت ندير بيتزا ولا بغيت ندير شي حاجه ولا الباستا ولا هذه كنديروا فيها التمر، ما فيش تراب لان بالحكم مع طوال بزاف ولا مهزوز على التراب، وانا ديما تنسقيه يوميا بحال راه اصلا راه مغسول وهو في الماء في الارض راه مغسول. ايوا دابا غادي نخليه واحد يتصفى واحد شويه وغنمشي نسلق لي بات. ايوا ها نتوما معايا وهنا معاكم.
ايوا هنايا انا بديت كندير في البيستو ديالي. انا درتو هنايا القطر، درت النص لانه بزاف ما غيتطحنش ليا كله في مره واحده، وغاد نزيد عليه زيت العود. والزيت العود خاص ديروا النوع اللي مزيان، لان هاد البيستو ما كيعاودش يطيب. صافي كتهزيه يعني كيما غيوجد غتخلطيه مع الباستا وغتاكليها، ما كتعاوديش طيبيه. يعني من الاحسن ديروا النوع ديال زيت العود اللي مزيان، ما ديروا الزيت المائده ولا دي النوع تاع الزيت اللي مزيان. وغندير شويه ديال الثومه. الثومه انا رجع موجداها طاحناها ومخليها في الفريكو. نتوما اللي عندكم الثومه صاينه تكتفيو بها، وكتجي فيها البينولي هذه، ما عرفت سميتها بالمغربيه، راه كدار في لي بات، كدار في السترودل داك اللي تيجي ديال التفاح، كدار في شحال من حاجه، يعني كدار في الحلوى، كدار في شحال من حاجه. ما نبقاش نزيد عليكم، ما ربنا نتلفكم. هي هذه انا غنديرها هنايا، وغندير شويه ديال البزار. ها انتما عرفتوها كي دايره، شوفوا الشكل ديالها بينولي، ما عرفتش بالمغربيه، تنقلب عليها في الجوجل ونقول لكم ملي ندير الفيديو. وشويه ديال البزار، انا علاش نعت غقلت شويه ديال البزار وشويه ديال الملح. الملح ما تكثروش، لانه كما قلت لكم سبق وقلت لكم راه ما كتعاود لا طيب لا والو، يعني يجيكم مالحه، راه ما عندكمش كيفاش غادي نداويوها. هنايا غندير الفرماج، سمحوا لي شاده بايد الفرماج غرانا بادانا، وانتم اللي عنده شي فرماج يديرو. غندير هاد النوع تاع الفرماج، ايوا غندير كلشي غيتطحن وغادي نوريه لكم، خليوكم معايا. سميتهم الصنوبر، واللي ما عندوش هاد البينولي ممكن يدير حتى القرقاع، طريفه تاع القرقاع، ولا يدير لوز، ولا ما يديرش كاع، غير هو البيستو الحقيقي الايطاليانو كيدار ب هاد الحبق الاخضر، وكيدار بالفرماج غرانا، شويه البزار، شويه الملح، هاد البينولي، وزيت العود، والثومه، وتيطحن الجميع وكيجي على مزينته. يلا خليكم معايا، ما تمشيو حتى لشي بلاصه، انا غادي نحطو يتطحن وغادي نوريكم في الاخر. ودابا لي بات انا غادي ندير هذه، اختار غندير هاد لي بات. انا رياش من اختارت، انا اختاروا هاد الدراري هما اللي بغاو هذه، ماشي انا، هما قال لك بغينا هذه. الورا على الراس والعين، كل دري كندير له جوجات، هادو كيكونوا محسوبين، كل واحد جوجات، جوج جوج هي انا جوج، والد غندير له ثلاثه، يعني هادو كيكونوا محسوبات، غير جوجات راه كافين هما هادو. ايوا والبيستو راه وجد، ايوا من بعد انا غادي باش ما نطولش عليكم. ايوا البيستو ديالنا هو هذا وجد، غير هو خاصني نزيدو شويه الزيت، باقي ناقصو، خاصني نزيدو شويه الزيت. ايوا كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي احباباتي، الحبق هو هذا، طحنتو مزيان كيما شفتو مع الكرانا ومع البينولي. كيما قلت لكم اللي ما عندوش بينولي ممكن يدير القرقاع، ممكن ما يديرش، وشويه الملح، وشويه البزار، وشويه ديال الثومه، وزيت العود ضروري ومؤكد. صافي وطحنتهم، وشويه خديته باش غندير لي بات. وهذا انا درته في هاد القرعه وعمرت عليه بالزيت من الفوق باش ما يخسرش هذا، واخا يبقى حتى عام، يعني البرد ما بقاش فيه، حاولت خليته يتحرك مزيان باش ما تتبقى حتى شي خاويه. ومادام غادرت ليه الزيت ما عمره ما غيتقاس، وغادي نسدو مزيان وغنديرو في الثلاجه ونخليه فين ما بغيت ندير بيتزا، كناخد شويه منه وكنديرو في البومودورو في الماطيشه اللي غنديرها في البيتزا هذه، في حاله ما لما لقيتش العرش اللي غنحطو فوق البيتزا، هذاك تيجي حتى في الاخر، اما في ماطيشه ثاني تيجي هذا. ولا بغيت ندير لي بات شي مره خارجه مع الوليدات، شي مره غادي لابيسين، ولا غادي لشي بلاصه كنسلق الباستا، وغادي ناخذ جوج عواشق ولا ثلاثه من هادو وغنحركهم بالزربه مع الباستا. وها هي واجده خفيفه ظريفه، لي بات كتجي بارده، كتجي زوينه
علينا. ممكن ثاني الا كنا خارجين ولا كانوا حتى في وقت المدرسه كيقراو غيجيو غيجيو هذه يعني العواد فاش كتبقى تقلبي اشنو اللي غندير لهم. هذه ساهله ماهله، غتهزي جوج عواشق وغادي ديريهم في لي بات وها هي واجده خفيفه ظريفه سهله على الميمات. ونتمنى يعجبكم هاد البيستو، هاد هو سميتو البيستو ولكن راه الحبق ديالنا ديال المغرب. ايوا هذا. وانتم الا بغيتو ديروا غير الحبق اللي كتعرفوا نتوما داك اللي كيكون خضر عادي ديروه، راه نفس لا ريتشيتا كتجي عارف هذاك الحبق. ايوا هنايا كما كتشوفوا انا كنخلط لان هذيك السكره اللي كنديرها ديال الدجاج جاتني صغيره ما كفاتنيش، بالحكم انا ديما عيني كبيره ديما تنزيد اي حاجه كنخلطها بزاف. ايوا جات على هذا الشكل. ثم ممكن ديروا لي بات اللي بغيتوا، او لقيتوا ناقص الملح ناقص شي حاجه غتزيدوا. انا هذا ملي ذقته والله الا جابونه، والباستا تاعي جا دايره فيها الملح يعني بهذا الشكل غادي نحتفظ عليها صافي بحال هكا واجده موجوده. وملي غنحطها في الطباسل غنوريك زين. ممكن ديروا الثومه داكشي اللي بغيتوا، راه كاع المكسرات كتجي للتزيين كتجي غزاله. ديروا داكشي اللي بغيتوا نتوما واللي متوفر عندكم في الدار راه كيجي. شتي يا لالا عندك الحبق وناضي صوبي لوليداتك وحليبات واعرين بالحبق على هاد الشكل. كيجيو غزالين كيجيو بوني ساهلي يعني مع داك ساهلي ساهلين مع داك ما خاسره عليهم غير الحبق راه عندك في المحبق ولا عندك في الجرده. ولي بات اختاري انت ديري داكشي اللي بغيتي. انا درت هاد لي بات شويه رقيقه لان الدراري اللي بغاوها. ايوا وجات على هاد الشكل. وهنايا في الاخير انا غادي نزيد شويه ديال القرقاع هرمشتو على هاد الطريقه هكايا، شويه ديال العياقه على هاد الشكل. بغيتي حتى رايا القرقاع في تبصيلك ريان لي بو كويستي نو تشي سوتو بياتو اه بابي ولادي انا شويه مدايرين الورا غير على هاد الشكل. اوكي واجد. وغادي نزيد عليهم واحد الفيلو ديال زيت العود كما كنسبق وقلت لكم زيت العود النوع المزيان كتجي هاد لي بات واعره زوينه. ايوا بصحتنا وبصحتكم ونتمنى تعجبكم هاد لي بات. والا عجباتكم ديروا لي لايك 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 وما تنسونيش من الجيم ومن الكومونتير. وشكرا كاع اللي دخلوا عندي جداد وشكرا للقدام كلهم اللي متابعيني من شحال من شحال هذا شحال من عام. انا يلاه باقي ما كملتش العام. ما ديوش عليا الصهد متلفنا يا ناري يا الصهد. ايوا وهنايا غادي نزيد عليها غير شويه الفرماج. هذيك ريان وريده اللي نزيدوا الفرماج. انا بلا ما نزيد الفرماج انا طبيسي ليه هكا على هذا الشكل على مزيناتو. يلاه لي فيتامين لي فيتامين دي.